اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه واحنا بنجهز لحلقه كده، واحنا عادتنا يعني كفريق عمل لبرنامج الترند بنحب نجهز بدري بدري لحلقتنا يعني. فلقينا بوست كده منتشر على السوشيال ميديا، فانا اسمحوا لي بس اقرا لكم البوست لان هو كوميدي لابعد درجه ممكنه، يعني حاجه مضحكه جدا جدا جدا، فخلينا نضحك مع بعض كده يعني. قال لك ايه؟ ركز معايا. الدوري المصري أقوى 200 مرة ماشي من دوري أبطال أفريقيا وليس أهم. يا سلام ماشي. والسبب معروف، نحن نلعب مع فرق ودوريات ضعيفة في أفريقيا لا تمتلك لاعبين دوليين في المنتخبات إلا مثل مصر وتونس وحتى المغرب والجزائر، كل لاعبيهم محترفين في أوروبا. لا بجد يعني حاجة قمة في الكوميديا. هو الشخص، طبعا انتوا عارفين مين يعني من غير ما اجيب اسمه، مش شرط بقى نقعد نجيب اسمه وكلام من ده، انتوا عارفين هو شخصيه واحده اللي تكتب الكلام بالشكل ده يعني، هي شخصيه واحده يعني. فهو الشخص اللي قال لك ايه؟ قال لك الكونفدراليه اهم من دوري ابطال افريقيا لما فريقه كسب الكونفدراليه في 2017، من زمان شويه. قال لك الكونفدراليه اهم من دوري ابطال افريقيا. هو ها اللي قال لك على مدرب افضل من الثاني 900 مره، المره دي 200 مره ماشي مش مشكله نزل بالعدد شويه، وطلع العكس كمان يعني. تمام. اتكلم في ايه تاني؟ هو اللي قال لك السوبر المصري السعودي اقوى بكتير من اي مسابقه ثانيه عشان فريقه كسبها. هو كمان اللي قال لك لا الدوري أقوى وأفريقيا دي بطولة عادية جدا وبطولة ضعيفة وما فيهاش محترفين وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش. فهو بيحاول يقلل من كل كلمة أو من كل بطولة بيفوز بيها الفريق المنافس، وبيحاول يعني يدور على أي بطولة بيكسبها عشان يمجد فيها. فهو الحقيقة يا جماعة إن كل البطولات مهمة. يعني هو بيتكلم على ان الدوري اهم من افريقيا، طب ما هو الدوري ده الاهلي واخده كام مره؟ 42 مره. والنادي اللي بيشجعه مع كامل الاحترام للنادي اللي بيشجعه واخده 12 مره لحد دلوقتي. اي بطوله هتقول ان هي مهمه هتلاقي الاهلي هو اللي واخدها اكتر واحد. هتلاقي الاهلي اللي هو متصدر كل البطولات. تمام؟ الدوري اللي انت على وشك انك تفوز بيه. تمام؟ طبعا دوري مهم، محدش يقدر يقول غير كده. لكن في نفس الوقت مش اهم من دوري ابطال افريقيا. ده دوري ابطال افريقيا ده اللي بيأهل لكاس العالم، اللي انت كنت بتحاول توصل لكاس العالم. يا راجل ده الناس المواليد 2002 اللي هو كان اخر موسم فريقك خد فيه دوري ابطال افريقيا، تمام، احتفلوا بكام؟ شوف كام دوري ابطال افريقيا مع الاهلي. 2005 و2006 و8 تمام، وعندك 12 و13 و19 و20 او 20 و21، يعني عندك حوالي سبع بطولات افريقيا. الناس المواليد الاهلاويه مواليد 2002 واخدين دوري ابطال افريقيا وانت ما شفتوش من ساعتها، وانا بتكلم على الشخص ده بس يعني. ففي بعض الاحيان دايما بنلاقي بعض الاستفزازات كده اللي ملهاش اي او مش استفزازات يعني، هي حاجات كوميديه مسليه. هو شخص مسلي بصراحه، من ضمن الشخصيات او بعض الشخصيات المسليه اللي يعني ايه بتسلينا كده على مدار اليوم يعني. فبوست بصراحه مضحك جدا جدا وكلام غريب جدا. ففي كل الاحوال في نقطة مهمة قوي عايز أفكركم بحاجة. هو نفس الشخص اللي قال إحنا ما رحناش استاد القاهرة في حادثة الأتوبيس عشان بنجهز للبطولة الأهم، بطولة دوري أبطال أفريقيا. طب إحنا نصدقه في إيه بالظبط؟ يعني أنهي بطولة المهمة؟ والله العظيم حاجة غريبة، أنهي بطولة أهم؟ يعني أنت قلت على كل البطولات المهمة، البطولة بس اللي بتكسبها هي المهمة؟ البطولة اللي أنت أصلا لسه حتى لغاية دلوقتي ما كسبتهاش بقت مهمة؟ فحاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. لكن اللي عايز أكد عليه إن أي بطولة مهمة من وجهة نظر البعض فالأهلي هو صاحب الرقم القياسي فيها من حيث عدد البطولات أو من حيث عدد التتويج في هذه البطولة أيا كانت بقى. تعالى كأس عالم، رحنا مفيش أي نادي مصري راح كأس العالم، الأهلي راح كتير قد كده. تمام. دوري الأهلي واخده 42 مرة. كأس شوف قد إيه. افريقيا 10 مرات، اكتر فريق خد دوري ابطال افريقيا في القاره كلها 10 مرات.
وفي طريقنا باذن الله باذن الله بتدي طريقنا بال 11 تمام. الكونفدراليه اللي كان في بعض الاوقات بيقول لك ايه هي اهم بطوله، الاهلي اول نادي مصري دخل الكونفدراليه. السوبر الافريقي، الاهلي اكتر فريق مصري واكتر فريق افريقي خد السوبر الافريقي. مفيش بطوله من وجهه نظر او من وجهه نظر البعض شايفينها مهمه الاهلي مش صاحب الرقم القياسي فيها، ومفيش بطوله انتوا شايفينها حتى ضعيفه الاهلي برضو صاحب الرقم القياسي فيها. كل حاجه كل حاجه فللاسف هي حاجات بتخلي الناس تتبسط شويه. فانا يعني مبسوط منه بصراحه، مبسوط منه جدا لان هو بيضحكنا شويه. ممكن يكون بعض الاوقات الواحد كده موده مش حلو، الواحد مثلا مزاجه مش رايق، فلما يبص على البوستات اللي زي دي يقعد يضحك، يعني يضحك جدا يعني. والكلام مش موجه لجمهور الزمالك او لاصدقائي حتى زملكاوي، عندي اصدقاء زملكاويه كتير وبحترمهم وبحبهم جدا وهم عارفين يعني. هو الكلام موجه للشخصيه المسليه المضحكه دي الجميله دي زي عسل واحد ربنا. ده فيما يتعلق بالبوست اللي كان مكتوب.